أول شهر من حياة الكتكوت هو أهم شهر لازم ناخد بالنا منه فيه، مرحلة البناء الأولى اللي بيتبني عليها كل شيء بعد كده. عشان نحافظ عليه ضد الأمراض لازم تابعوا معانا الفيديو على قناة طيور فوق السطح. الكتكوت بيتولد صفحة بيضاء غير مستعدة تماما لمقاومة الحياة ومتغيراتها، وعشان نحافظ عليه من التلوث والأمراض وأي عوامل سلبية على صحته ومقاومته لازم نعمل له عملية تحصين زي بالظبط حقن التطعيم بتاعة الأطفال، إنما التحصين بتاع الفراخ بيكون بطرق مختلفة تماما. فأول شهر لازم الفراخ تتناول أكل معين بجرعات معينة، وفي الفيديو ده هنقول لكم أهم محصنات الفراخ أو الكتاكيت قبل عمر شهر. ومحصنات الكتاكيت كتيرة جدا، لكن الطبيعي منها دايما بيكسب. أهمها العسل الأبيض، وده بيتحط على المية وبيتدوب فيها بنسبة 5 سنتي لكل لتر مية، وده بيستخدم للتحصين زي ما قلنا. والكركم وكميته معلقة صغيرة لكل لتر مية، والليمون وهو بنسبة حوالي نص ليمونة لكل لتر مية، والكميات دي كلها تنفع لحوالي 10 كتاكيت. حصنوا فراخكوا اللي لسه طالعة من البيضة عشان لما تكبر تبيض لكم 1000 بيضة وبيضة، ونكون احنا كمان على قناة طيور فوق السطح وصلنا ل1000 مشترك ومشترك بفضلكم ودعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.